نجح وليداتنا يا ربي، نجح وليداتنا، اللهم اجعلهم من العالمين العاملين، واجعلهم من الصديقين المخلصين الأتقياء الأنقياء. كاش من عنده دعوة يدعيها ثاني، قولوا يا ربي نجحنا بصوت واحد، يا ربي نجحنا، يا ترى الدعاء زين، يا ربي نجحنا. وإن شاء الله قاعدين تعودوا في مراتب عليا، وما تنساوش حاجة، راكم انتم اللي إن شاء الله تخلفوا قاعدين اللي راه منها. احنا رانا رايحين، اللي تديه الموت تديه الموت، واللي تديه الانتريت تديه الانتريت، واللي يتسمى يبطل الروح ويبطل، بصح وين اللي يخلفنا؟ راكم انتم اللي تخلفونا. فلذلك كونوا على جد، كونوا على جد، راني نعاودها لكم، إن شاء الله قاع تنجحوا، واللي ما نجحش هذا العام يخليها حافز ودافع باه ينجح مرة أخرى، ما يقولش راني فشلت. والله يا اللي ما يجيش الباك راه مش فشل، لكن إذا دارها ماذا؟ إذا دارها دافع وحافز للنجاح، معناها الأمر المهم هو شنو؟ أن يكون طموحك ليه باه تلحقوا، ما يعودش طموحك هنا، إذا درت طموحك عاد نيفك، قد تخدم هكذاك أكرمكم الله، راح الطموح، قد تنف راح الطموح، لكن إذا كان طموحك في الأعلى سيكون ماذا؟ مسارك أرقى وأنيق، ستكون الأناقة هي مجالكم، ستكون الرقي، سيكون الرقي هو ماذا؟ هو هدفكم. والارتقاء دائما الارتفاق، فكروا في الارتقاء، ابقوا كما هكذاك ولاتي، ربي يحفظكم ويكرمكم ان شاء الله. نعاودوا باش نعاودوا تحيه العلم، واسمحوا لي اذا طولت عليكم.